مصر حاليا في تحدي صعب وهو توفير الطاقة، خاصة ان مصر بتصرف رقم ضخم على استيراد الوقود اللي بتستخدمه في توليد الطاقة الكهربائية. بس مصر في الوقت الحالي مشيت في طريق جديد هيخليها في حتة تانية في مجال انتاج الطاقة الكهربائية. ترى ايه هو الطريق ده وايه الخطوات اللي مصر هتعملها؟ خليكم معانا للاخر وهتعرفوا كل التفاصيل. بانكير، نبض البنوك. طبعا كلنا عشنا وشفنا الفترات الصعبة اللي مر بيها البلد خلال السنة اللي فاتت، واللي كانت الكهرباء بتقطع فيها على كل البيوت وفي كل المحافظات. كانت البداية بقطع الكهرباء لمدة ساعة، بعدين زادت لساعتين، ووصلت في بعض الأحيان لثلاث ساعات، وفي مناطق تانية من محافظات الجمهورية كانت بتوصل لأكتر من كده. الفترات اللي مر بيها مصر من قطع الكهرباء وحالة الغضب اللي كانت عند الناس دفعت الحكومة لتعويض نقص إمدادات وقود تشغيل محطات توليد الكهرباء باستيراد الكميات اللي ناقصة من بره. الحكومة دفعت على مدار أقل من شهرين ما يقرب من مليار و180 مليون دولار علشان تأمن إمدادات محطات توليد الكهرباء، وحاليا القيمة دي ارتفعت ل 2.5 مليار دولار لتأمين الوقود اللي تستخدمه محطات توليد الكهرباء. طبعا الحكومة هتفضل تستورد وقود كده على طول ولا ايه الحلول المطروحة؟ في الوقت الحالي مصر شايفة ان الطاقة النظيفة هي الحل السليم والبديل الآمن لتأمين توفير الطاقة لمصر، وما يبقاش في قطع للكهرباء من تاني على مدار السنين اللي جاية، خاصة انه الطاقة مش هتخلص وكمان ببلاش، ولا هتحتاج لوقود ولا هتحتاج لأي حاجة، هي بس هتحتاج عمليات الصيانة الدورية للمحطات وخلاص. وفعلا مصر حاليا بدأت في أكتر من موقع علشان تولد الطاقة من الشمس والرياح، خاصة في أسوان والغردقة والزعفرانة، والدولة مؤخرا خصصت حوالي 41 ألف كيلو متر مربع من الأراضي لتنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة. ومصر عندها خطة للوصول بحجم قدرات الطاقة النظيفة اللي هتكون موجودة على شبكة الكهرباء بنسبة 42% سنة 2030. ما تنساش كمان ان مصر عندها سابقة مهمة جدا في مجال انتاج الطاقة من الشمس، وهي محطة بنبان اللي تعتبر واحدة من اكبر محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في العالم، وتم دخولها للخدمة في 2019. محطة بنبان بتعادل حاليا 90% من الكهرباء اللي بينتجها السد العالي، ومجمع بنبان بيضم 32 محطة شمسية بقدرة بتوصل ل 1465 ميجا وات باستثمارات وصلت لأكثر من 2 مليار دولار، وبيوصل عدد الألواح الشمسية المستخدمة ل 200 ألف لوح شمسي. المشروع العملاق اللي مصر عملته في منطقة بنبان في أسوان، واللي بيقع على مساحة 200 ألف متر مربع بمنطقة كومومبو بمحافظة أسوان، كان بداية لخطوات مصر لدخول عالم الاستثمارات في الطاقة النظيفة، خاصة إن مصر في الوقت الحالي عندها استراتيجية إنها تكون مركز إقليمي لتبادل الطاقة مع كل دول العالم. وفعلا مصر حاليا وقعت عقود لتوريد الطاقة لعدد كبير من الدول زي السعودية وقبرص والسودان وليبيا وغيرها من الدول، وبكده مصر هتكون مركز لتوليد وبيع وتبادل الطاقة مع كل قارات العالم، وبالأخص ان مصر من خلال الخطوط اللي هتعملها مع الدول دي هتقدر تمد خطوط تانية لدول كتيرة من كل قارات العالم. انا أشرقت أشرف، وإلى اللقاء. بانكير، نبض البنوك.